دوزنا الحجر الصحي كما القاعده، بقينا ملتزمين في الحجر الصحي ديالنا، خدمه الدار، الواجبات ديالنا، بروتوكول الصحه كامل منها. ودابا وزارة الداخلية مع وزارة الصحة تاوني ان شاء الله باذن باش نخرجوا. اليوم كان النهار الاول وخرجنا وجينا العائلة، الابن والزوجة، طلعنا المنتزه رميلات بير دي كاريس، وحنا جينا فوجنا شويش ان شاء الله. ودابا عاوت غاديين في حالنا اخاو، طلبوا الله يشافي الجميع يا ربي ويزوينا هذا الوباء ان شاء الله يا اخي. اليوم جينا المنتزه رميلات باش نلعبوا شوية بارتينا وفحابي، ثلاث اشهر ما خرجنا واليوم فرحانين حيت خرجنا لهنايا. شحالنا ما شمينا هاد الهواء نقي يا في الدار، وجينا عملنا الرياضه شويه وعاودنا فهمتي عملنا شي حاجه د المغامرات ورجعنا فحالنا دابا نمشيو فحالنا نطر. الحمد لله، المهم حنا التزمنا بالحجر الصحي كما قالت المسؤولين داكشي. اليوم كحال اليوم النهار الاولاني يعني خرجنا نشوفوا الدنيا كيفاش عامله، المنتزه كيفاش عامل. تبارك الله الدنيا عامره، يعني حتى الناس كانت كتستنى غير فرصه. المهم اهم حاجه هو الناس يفوجوا يدوروا على خاطر يخليوا بعد واحد النسبه ديال واحد المسافه ديال الامان بين بعضياتهم، تعرف الكمامات والمسائل، التزام النظافه، معقمات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.